يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات، نبدأها من القاهرة العظمى 34 الصغرى 20، الإسكندرية 27 18، مطروح 23 17، وبورسعيد 24 18، والإسماعيلية العظمى 34 الصغرى 20. نذهب بعدها إلى السويس العظمى 28 الصغرى 19، العريش 27 18، طبعا 29 19، وشرم الشيخ 33 23، والغردقة 32 22. أيضا الأقصر العظمى 40 الصغرى 24، أسوان 40 25، والوادي الجديد 41 22، شلاتين العظمى 34 الصغرى 21، وأخيرا حلايب العظمى 31 والصغرى 21. أما مشاهدينا عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية نتابعها.